بيوم الخميس علشان نرجع للأعداد الطبيعية. اليوم أنا مضبط مديرنا. اليوم كم؟ اليوم كم؟ 39. لا 39. شوف وسيم وش مسوي لك. 34 ما في. هذا مطعم اسمه واحد شاورما، عندهم أفكار خرافية. هذا شوف هذه كلها تخضها، شوف الصوص اللي قبل شوي، الآن الشاورما ما شاء الله تبارك يوم الله. يوم مفتوح اليوم بدي ومسوين خصم، تخيل تطلب مجانا. بس قبل ما أقول لكم كيف طريقة الطلب، هنا أقول لكم طيب وش تسويهم. هذا بعد شوف شوف لونه، هذا عصير تغير، شوف كيف صار. يا ما شاء الله يا أخي، خلي اليوم 39 34 نفس ما هو. اللي عجبني جايبين شاورما لكن طريقة مختلفة، ميني عربي وهنا صحن شاورما، وهنا عربي المعروف، وهنا واحد شاورما ميكس. لكن شوفوا اللغويش، هذه ست نكهات مختلفة ما شاء الله تبارك الله. خذ 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 هذا طريق خذ ما شاء الله تبارك الله. مشروب هذا اسمه مشروب لبعة طازج، تسوي كذا طال عمرك تغير لونه. يا سلام، طول الاعلان عشان تاكل. بخلص الحين على طول. خذ واحد يقول عدد فروع واحد شاورما، فرعين بالرياض، واحد بالسويدي، واحد بشمال الرياض. اكتب جوجل ماب يطلع لك على طول. لكن هذه اسمها ميكس. لكن التوصيل المجاني على تطبيق وصل بالكود هذا. اذا كنت اول مره تستخدم التطبيق يجيك الطلب طال عمرك مجانا. خلصنا الاعلان كذا، الحين ناكل طلب. لا باقي تفاصيل، كمل. الان اكلت وجربت يا جماعه، المكس هذه لا تفوتكم والله، كل شيء لذيذ. لكن المكس هذه خرافيه بشكل غير طبيعي، اطلبها واعطني رايك. انا عجبتني المكس بشكل غير طبيعي، حتى اللغويش مره اعجبتني واعجبت الشباب من كثر ما هي جميله. ما ادري وش اقول لكم، وش احلى واحده. اذا لها الجوعانين اطلب كامل المنيو هذا وعطنا رايك. نبدا نبغى نسوي كذا ترحيب بسيط لاخونا اللي يستاهل ترحيب اكبر طبعا، يستاهل. يعني المفروض اننا مزينين لكيكه اليوم بنص الملعب، حبيبنا والكابتن سعد الحارثي. قبل ابدا كابتن سعد هو قال انا يعني عندي كلمه كذا ودي ابدا بها التمرين. انا سعيد اني متواجد معاكم اليوم. يمكن انا من ابناء الحواري من هنا من الشرق، ومن يوم بديت الكوره حتى وصلت للمنتخب بديت من ذا المكان. فاللي احب اوجه لكم اني انا ابن هذه المنطقه، منطقه شرق الرياض، وسعيد اليوم اني العب معاكم واتمرن معاكم وانا استفيد منكم. واحب اقول لكل احد يلعب كوره انه ترى كره القدم